اهلا بيكم، يلا نعمل المكرونه بطريقه حلوه جدا، طريقه جديده مشهوره جدا في القاهره، مكرونه الانسجام. معايا هنا ميه بتغلي، هنزل باي نوع مكرونه عندك. هما بيعملوها باتنين نوع زي ما انا حاطه كده بالظبط. هتبدا تستوي معايا عادي جدا زي ما احنا بنسلق المكرونه. وابدا اجهز معايا الصوص بتاع المكرونه، حطيت كوبايه زيت وعليها بصله متقطعه جوانح او شرايح. لما تبدا تاخد معايا لون البصله بتاعت الكشري بالظبط هبدا اشيلها دلوقتي، وبنفس الزيت اللي انا حطيته هبدا ارجع اشتغل فيه تاني. هنا بصفي البصله بتاعتي وهنزل على الزيت بتاعي باتنين فص توم بس، مش اكتر من كده. لما التوم يبدا تظهر الريحه بتاعته هبدا انزل عليه بمعلقه صغيره سكر، هتدوب او هتتكرمل. هبدا انزل عليها بحبه خل. الطريقه دي حلوه جدا ومظبوطه. في ناس مش بتحط توم، بس الفصين التوم بيفرقوا جدا، مش بيبقى طعمهم ظاهر قوي بس بيدي طعم حلو. هنا حطيت الخل وهبدا احط دلوقتي معايا معلقتين صلصه كبيره، وهبدا انزل عليهم بعصير الطماطم. هنا انت ممكن تعملي طماطم فريش وتعصريها وتحطيها على طول، لكن هنا الطماطم عندي كانت متسبكه جاهزه فبالظبط غلوه واتنين وكنت قافله عليها. نحط ملح، فلفل اسود وكمون، وهحط بابريكا بس كده، وكزبره كمان، دي طعم حلو قوي. دي التوابل بتاعتي، التوابل اللي تفضليها حطيها. وهبدا دلوقتي بقى اخلي الصلصه تغلي غلوه واحده بس، وهبدا انزل عليها بقى بالبصله اللي انا محمراها في الاول. هكسرها تكسير ناعم جدا، هخليها بايدي كده. ممكن في ناس بتعملها في الكبه بس براحتك، هي طعمها بيبقى خطير في الكبه او بالايد بس. وهبدا انزل بالبصله بتاعتي كلها جوه الصلصه دي، مفيش تقليبه واحده او غلوه واحده وبتبقى عندي جاهزه. طعمها حلو جدا وخطيره وموفره، يعني كانك عملت كشري من مكرونه بس. وهبدا دلوقتي اقدمها، جربوها وقولوا رايكم، لايك وشير وكومنت حلوه ليا.